يعجبك الكحل الأسود في المكياج لكن عينيك صغيرة وتحاولي ديما تتجنبيه لأنه معروف أنه يصغر في العين؟ في الفيديو هذا باش نشوفه مع بعضنا تكنيك بسيط وسهل خاصة بالنسبة للمبتدئين أنهم يستعملوا اللون الأسود وفي نفس الوقت يوسعوا في شكل العين متاعهم. دونك إذا كنكم تحبوا تشوفوا كيفاش اقعدوا معايا. اول حاجه باش نستعمل جيل الحواجب هذايا البني الفاتح من ميبيلين، دونك عبيت به فراغات الحاجب، من بعد مشطت الحاجب متاعي باستخدام مشط صغرون عادي. المشط هذا يخلينا اللون يتدمج خير، ومن بعد نظفت بالكونسيلر. هو نفس الكونسيلر متاعي حطيته على كامل العين باش يوحد لي اللون، ونستخدمه كبايس للالوان اللي باش نحطهم تاع الشادو. بالطبيعة قبل ما نستخدم اي لون نثبت الكونسيلر اللي عملته، نستعمل اي شادو بيج ابيض او بودره شفافه. ومن بعد خذيت لون بني فاتح حطيته على الكريس. الكريس طبعا هي عظمه العين، وحطيت لكم لهنا رسومات باش تفهموا المواقع متاع الالوان بالضبط. من بعد بالفرشه الاسفنجه هذه عرفتوها من ايام زمان، دونك خذيت بها لون بني اغمق الدرجه متاعه وحطيته كاني نعمل في ايلاينر سميك. ومن بعد دمجته بفرشة تكون نظيفة، لازم الفرشة تكون نظيفة مش الدمج متاعي يجيني مزيان حلو وما يتبلبز ليش. من بعد خذيت بني آخر، دونك الدرجة متاعه أغمق شوية وميلة شوية على الأحمر، بني آجري. ممكن تلاحظوا كل ما نعمل لون دونك نقلل في السماكة متاع الشادو، دونك من الأول سميك من بعد أقل ومن بعد أقل لين نوصل للون الأسود اللي هو على حافة الرموش، يعني نعمله شوية على خط الرموش تقريبا، دونك باش يجيني هيك التدرج الحلو متاع الألوان. وأهم قاعدة في التكنيك لازم فرشة تحطوا بها اللون وفرشة أخرى نظيفة تدمجوا بها. من بعد خذيت أي شادو بيج، دونك حطيته على كامل العين، وخذيت الكحل متاعي من ماركة نهى نبيل. تنجمو تستعملوا أي كحل، المفيد السوادي يكون متاعه فاحم، يعني أسود أسود مش هيك الميل على الرمادي. دونك حطيته على المدمع وكان تشوفوا هبط الرسمة لتحت، ومن بعد دمجتها بلون بني. رجعت للفرشة متاعي اللي استعملتها للبنيات وخذيت لون بني وبديت نزيد بشوية بشوية، كل مرة نزيد شوية حتى لين يتدمج هيك الأسود متاعي، ومش مشكل حتى إذا وسخته شوية تحت العين. من بعد باش نوريكم الطريقة اللي تنظفوا بها. رجعت للكحل متاعي بعد ما كملت الدمج متاعي وعملت بها كسحبة أيلاينر صغيرة. نجيب للتنظيف باش ناخو منديل متاع مزيل ماكياج هكا نطبطب به شوية، نهز الزايد الكل. من بعد باش نجيب اسفنجة مثلثة فيها زاوية كما هكا، نحط فيها شوية كنسيلر وننظف اللي تحت العين كما بالطريقة هذه كما تشوفوا. دونك من بعد ناخو بودرة شفافة ولا بودرة بيج ما يكونش فيها لون، نثبت وفي نفس الوقت نحاول اني ندمج اطراف الشادو التحتاني. وفوالا نعمل ماسكارا متاعي. هنا اذا كنت حابوا تخلوا عينكم من غير رموش اصطناعيه، دونك اللوك كما تشوفوا حلو ما تستحقوا حتى رموش، فقط ماسكارا يكفي. اما انا لهنا زدت باش تشوفوا الفرق ما بين الاثنين، دونك ديما هكا العين تحلى شويه اكثر بالرموش الاصطناعيه. مي بون كما شفتوا حتى بلاش اللوك حلو. هذه بالنسبه للوك متاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تجربوه. وكان عندكم اي اقتراحات واحده اخرى خليهم لي في التعليقات، ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.